شي عندي كل اللي عم بيصير وصار حقيقة ولا وهمي. برد الصيف راح يشعر فيه بس اللي احنا امنعني بالأحلام أو رح تيجي مثل الضيف. حتى الكذبة كذبوها عملوها وصدقوها فكروا إنهم غطوها لقيوا صدف برد الصيف. احكي واطلع كل شي عندي كل اللي عم بيصير وصار حقيقة ولا وهمي. هبات وراها هبات هبات واحد من السيف قصص حكايات ولحظات رح يحكيها برد السيف. بابا بسالة قوم اعملي لي كاسة شاي وبسرعة. حاضر، بدك شي تاني؟ شكرا كثير. أبو العريف كيفك؟ طمني شو صار معك؟ حلو. تقبلنا ابراهيم منه منكم صالح الاعمال ان شاء الله. تروح اليوم انا وانت عند ابو العريف؟ بنروح ليش لا، تعرف زمان انا ما شفته. وهو كذلك يا سيدي، بدي انزل بس على البلد شوي اجيب شويه اغراض وان شاء الله بعد العصر ملتقي. توكلنا على الله، خلص بستناك عند دكان طب جميل وبنروح من غير. ماشي الحال، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا الله. ابو العريف شوف لي هذا الصنف كيف. هاي جبتها أقل من المرة الماضية. يا سيدي يا سيدي لا حد حواش. فتح لي عيونك مزبوطة ولا يهمك. انت قصدك الشرطة؟ هو في غيرهم. يا ذنب خبيش قوم نطلع نحشش شوي. قوم حسسني حس عودم جابك مقصودي. سوسو يا ابو العريف
انت كل يوم بتطلع لي باسم؟ ايه ولك شو عليكي؟ كل يوم هيك بتجددي اسمك. طيب المهم جبت لي اللي وصيتك عليه؟ ايه وانت عايش وصيتي؟ الخضرة. اه مزبوط كلامك صح 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 والله نسيت 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 تعمل خلاص بكرة ان شاء الله بجيب لك اياه. هو انت عمرك تذكرت اشي؟ طب خلاص خلاص بلكيش تبرمي وتاخده وتعطي معاي بالحكي داني صار تفجعني هاني مخطقط خلاص قومي جيبي لي مين بدق على الباب ولك قومي الله ياخدني تعال يا رب يا رب خدها. كيف حالك اختي ام العريف؟ ام العريف هون؟ تفضل هيو جوا. يا الله اهلين اهلين يا رب. انا ابراهيم انا احمد. يا الله كيف حالك يا ابن العريف؟ ولك ميت مرحبا. احكي لي يا زلمه وين هالغيبه زمان ما شفناك. والله مشاغل مشاغل يا ابو ابراهيم. المهم انتم طمنوني عنكم كيف وضعكم؟ اي وضع فيه هون؟ بقصد الوضع المادي المصاري المصاري يعني. الحمد لله مسطوره وماشي الحال. اللي برضى بعيش يا سيدي. خا تاني حكي هذا شو اللي برضى بعيش حبيبي اليوم المصاري كل شيء مش دائما يا ابو العريف. المهم الواحد تكون صحته منيحه والاهم حسن الختام. المهم طمنا عنك يا ابو العريف كيف شغلك؟ والله تمام تمام الحمد لله مبسوط. المهم طمني شو بتشتغل اليوم؟ بشتغل تاجر مختد تاجر تاجر بس اشوف من عنده. اهلين اهلين ابو العبد اهلا وسهلا تفضل اهلين منور منور حبيبي. شو بشوف كل الحبايب هون. اليوم تطلع القهوه الساعه 6 لك ابو العريب كله بيسلم عليك ابو نمنا. شو كله ومين هذا ابو نمنم؟ ولك انا ابو نمنم وفي اماني لي مع ابو العريف بجيب لي اياها. اجا يا زلمه شو اللي اجت؟ قصدي زمان ما التقينا. ولك شو اللي اجت؟ بعدين بفهمك خلص بعدين. ابو العريف بتسمح تاخذ طريقي لعشان بدي افوت على الحمام؟ يلا كنا عن كذاب. تعرف تعرف الطريق تفضل تفضل انا زبده. العود يا ابو الحريف العود جمعنا. هذا العود يا ابو الحريف حبيب بودره ومسلمه لابو ابراهيم اللي جيب لنا اياه الليله معه. تخرب بيتك عاد تخرب بيتك. ما انت عارف هدول غشهم ما بيعرفوش اشي بعدين ما حدش بيثق فيها. خبرك بلا تتاخرني شو تعمل يا عبيد؟ اهلا وسهلا ابو ابراهيم. اهلين ابو احمد حقا علينا تاخرنا شويه لانه فديت على الحمام. اهلين 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 فيك اكثر يا ابو العريف. شوف يا ابو العريف احنا حبينا نيجي ونسال عنك وعن اخونا ابو العبد بس الوقت تاخر ولازم نروح. تسلم يا رب. خلص اليوم رح نلتقي في القهوه ونسهر على بركه الله. خلص خلينا نروح والليل ان شاء الله بنلتقي. بس بدي منك الخدمه يا ابو ابراهيم بدي تاخذ العود معك على القهوه لانه تعبان وعندي كم شغله بدي انهيهم. خليه معك باخذه منك بالقهوه. لا يا ابو العريف هات العود على راسي من فوق. بس بدك تستنى علي دقيقتين لانه ظهر العود وسخ طلع خبرك وسخ. بروح امسح لك اياه نظفه اجيب لك اياه دقيقه دقيقه. نعم 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 ن
والله ويا ميت أهل أبو إبراهيم وأبو أحمد. هلا بيك، مين هذا ابن منام؟ هذا أبو العريف، متداين منه مصاري. مسكين أبو العريف يا زلمة، لساته لليوم متداين. الله يفك زنيته يا سيدي. آمين يا رب. هاي اجى ابو العريف. انت سلم على بابا ومامة حبيبي، انت تخلص صبر. اهلا وسهلا، تاخرت عليك. انا ولا يهمك، قول للعصير حسابي اليوم خلاص. انت بس سلام عليكم. امي بتقول لك اعطيني كاسه سكر. نعم سبحان الله، هلا بعبي لك اياها. يلا معلش حبيبتي، ألف مبروك. ماشي يلا، مع السلامة. باي باي، الله معك. يا بيه شو عم ناكل؟ وليش بتصيح؟ عاملة لك مجدرة رح تاكل أصابيعك وراها. ولك شو آكل أصابعي ورا الأكل؟ ولك أنت منام الدبيل هكا، هذا منام تعلمتيه وقعد بالأصابع؟ بقصد انها زاكية كتير كتير زاكية، وانا متأكدة كل يوم رح تطلبها مني. طيب خلص خلص، بلا كترة حكي، قال يعني انها شاطرة بالطبيخ تعرفه. قومي 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 حطي لي اكل. ولك قومي تهان. كيس السكر الناعم؟ آه. هيا بالمطبخ بسرعة. حاضر مفتوح وناقص كمان؟ جدي يا بي، طب اسمع اسمع، نلتقي اليوم بنفس المكان تبعنا تاني شوية، طيب؟ يلا ماشي، مع السلامة. شو في يا ابو العريف؟ ولك 104 من جيران ابو العبد، كنه تسمم ابو ابصر شوي. البنت البنت معطية لابن جيراننا كاسة مخدرات على أساس إنها سكر معك، ومات أربعة. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، خرب بيتنا، خرب بيتنا. مصيبة مصيبة، بس يفحصوا الجثث راح يعرفوا أسباب الوفاة. طيب باقي البذرة وينها؟ الكيس وينها؟ من اللخمة والخوف تركتهم في الدار. روح الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بس مصيبة، حلة عروسنا، مش عارف شو بدنا نعمل، شو الحال؟ مش عارف شو الحل. ألو أبا سالة. هاي أبا، ليش هيك صوتك؟ بسالة بسالة بسالة.
عندي كل اللي عم بيصير وصار حقيقة ولا وهمي برد الصيف راح يشعر فيه بس اللي احنا امنعني وراح يبرد وما منغطيه برد الصيف واولى فيه خلوني احكي واحكي واطلع كل شي عندي أو راح تيجي مثل الطيف حتى الكذبة كذبوها عملوها وصدقوها فكروا إنهم غطوها لقيوا السد في برد السيف واحكي واطلع كل شي عندي كل اللي عم بيصير وصار حقيقة ولا وهم